بعد توقف دام أكثر من 12 عاماً، يستعيد معهد العالم العربي في باريس واحداً من أهم تظاهراته، والذي بدأ بإقامته منذ عام 1992 واستمر حتى عام 2006، وذلك هو بينالي السينما العربية في باريس. وبرغم أن المعهد أراد من عودة هذه التظاهرة امتداداً لبينالي السينما العربية، إلا أن النية تتجه لجعل المهرجان سنوياً. الساحة العربية شهدت تطورات كبيرة منذ 12 عاماً كما قلت، سواء سينمائياً سواء سياسياً على كل الأصعدة، فكرياً وثقافياً. فهذه التطورات لا تسمح بأن يقام المهرجان كل سنتين، وخاصة أن أشكال التصوير تطورت أيضا، ولم يعد 35 ميلي هو الأساس، والآن أي مخرج ممكن أن يصور بهاتف الجوال أي فيلم، ويكون فيلم عظيم، يكون فيلما عظيما. وبالتالي التطورات الجديدة سواء بالشكل وسواء بالمضمون وسواء التقنيات والمواضيع وإلى آخره، يحتم علينا أن يكون المهرجان سنويا وليس كل سنتين. ليس بمقدور مديرة المهرجان التأكيد اليوم على إمكانية استمرار المهرجان سنويا، إلا أن الرغبة في هذا الإطار شديدة. وتقول ليان شواف: الآن لا يمكنني أن أؤكد أنه سيكون سنويا، لأن الدعم المالي هو الذي سيحدد دورية المهرجان. لا يوجد أي إسهام من الدول العربية إجمالاً، لأن الدول العربية لم تعد تمول المعهد إلا بمشاريع تطوير المبنى وإصلاح المبنى، ولكن أتانا دعم مالي من جهات عربية طبعاً، فهناك البنك المغربي الذي يدعمنا، وهناك مهرجان الجونة السينمائي الذي يدعمنا، وطبعاً جهات فرنسية مثل المركز السمعي البصري بفرنسا، ومثل بلدية باريس، ومثل الار تي بي وهو المواصلات الفرنسية. مهرجان السينما العربية في باريس يعود ليحتل موقعه على خارطة المهرجانات العربية، إلا أن ليان شواف لا تخفي الغصة التي شعرت بها هي ككل السينمائيين العرب لقرار إرجاء مهرجان دبي السينمائي الدولي، وتقول: للأسف توقف مهرجان دبي أو أجل مبدئيا إلى العام القادم، وأعتقد أنه لا يوجد أي إنسان محب للسينما يمكنه أن يسر لانقطاع مهرجان دبي السينمائي الدولي، لأن مهرجان دبي قدم الكثير والكثير للسينما العربية وللمخرجين الشباب، قدم لهم إمكانية عرض أفلامهم وإمكانية دعم أفلامهم ومشاريعهم، وقدم الكثير، ولا يمكننا إلا أن نشكر المدير المهرجان والمدير الفني طبعا مسعود أمر الله العلي للعمل الذي قدموه. وبالنسبة وأنا لم أكن أتوقع نهائيا هذا التوقف، وكان لدينا تعاون مع مهرجان دبي سنوي، ونتبادل، وكان عندنا اتفاقية تعاون، ولذلك صدمت جدا باختفاء مهرجان دبي. الآن أتمنى أن يستمر مهرجان السينما العربية في معهد العالم العربي، لأنه سيكون حيزاً إضافياً للمخرجين العرب لإمكانية تحقيق مشاريعهم، ومكاناً جديداً لتقديم هذه المشاريع ولحصولهم على دعم مادي ربما من فرنسا أو من أوروبا. ونأمل أن
أن تكون الدورات القادمة أن تتيح لهم الفرصة وأن نكون أياما لتبادل المشاريع. سأحاول يستمر المهرجان، طبعا نحن نعرف أنها دورة أولى ويمكنه أن لا يستمر فيما بعد، ونتأمل أن تكون دورة ناجحة لاستمراريته، وإذا استمر طبعا سنحاول تقديم هذا الحيز وهذا المكان للمخرجين العرب. لا يمكننا إطلاقاً أن نحتل مكان مهرجان دبي الذي كان فعلاً مهرجاناً عظيماً وكان الجمهور يملأ الصالات، أحياناً كنا لا نجد مكان لكي لمشاهدة الأفلام. فمهرجان السينما العربية لا يطمح أبداً أن يحتل مكان مهرجان دبي، ولكن سنحاول أن نملأ فراغاً بسيط قليل جدا من المكان الذي تركه المهرجان شاغرا للأسف. المهرجان سيستذكر في هذه السنة المخرج اللبناني الراحل جان شمعون الذي أنجز برفقة زوجته مي مصري العديد من الأفلام الوثائقية الهامة، والتي سيعرض بعضها بهذه المناسبة، إضافة إلى فيلم طيف المدينة وهو العمل الروائي الوحيد الذي أنجزه شمعون. كما سيستذكر المهرجان المخرج الجزائري محمود زموري الذي رحل في العام الماضي. وسيحتفي المهرجان بالنهضة الجديدة في المملكة العربية السعودية عبر برنامج سيضم عدداً من الأفلام التي أنجزها السينمائيون الشباب في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة.